طيب هنروح لناشئوا الريشه الطائره. الريشه الطائره بيعودون الى القاهره، طبعا متوجين بكاس افريقيا 15 سنه، فريق او 15 سنه توج بافريقيا ورجعنا حاملين اللقب. منتخبنا الوطني الناشئ وناشئات الريشه الطائره نجحوا في فرض سيطرتهم على ميداليات بطوله افريقيا واللي اتلعبت في بنين من الفتره من 17 ل 26 اغسطس. منتخبنا حقق 11 ميداليه، 6 ذهب و3 فضه و2 برونز، وكسبنا كاس العام للبطوله، كاس العام لبطوله افريقيا. طبعا لقطات او صور من استقبال البعثه في مطار القاهره. المنتخب وصل امبارح الفجر، استقبلهم كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد في المطار. المنتخب ده بيدربه كابتن هشام سليمان ورئيس البعثه كابتن شريف جعفر عضو مجلس اداره اتحاد الريشه الطائره. اللعبه بتقدم نجاحات كبيره، وعشان نعرف اكتر عن الخبر ده معانا كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه. اهلا بيك يا كابتن محمد. عليكم وعلى الساده المشاهدين. ألف مليون مبروك على هذا الإنجاز الكبير، اتحاد محترم، اتحاد شغال، بنشكركم على النتيجة دي، وكلمني عن تفاصيل البطولة يا كابتن. الله يبارك في حضرتك ويبارك لمصر كلها. طبعا الحمد لله إنجاز كبير بيطمننا على مستقبل الريشة الطايرة في مصر. فريق واعد من فريق ناشئين، طبعا كتر ألف خيرهم، بنشكرهم شكر كبير جدا إن السفر بعيد وتحمل السفر ومشقة السفر، ووصلوا منين وحضروا معسكر تدريبي 3 ايام وبدات البطوله. الحمد لله سيطره كامله على البطوله، كل الميداليات الذهب حصل عليها منتخبنا الوطني بفضل الله. كابتن انا في حاجه الحقيقه عايز احييها، يعني احيي الاتحاد عليها، ان انتم شغالين في القاعده من تحت، شغالين 15 سنه، وانا عارف دلوقتي فريق 19 سنه بنين بيلعب بطوله افريقيا ايضا، يعني انتم شغالين على النشأ عشان بعد 4 5 سنين نلاقي ابطال. بحييكم على ده يا كابتن. تمام يا كابتن هيثم، فعلا احنا ماشيين بالمبدا ده وبنحاول نرسم مستقبل للريشه الطايره في مصر من القاعده من تحت. عندنا منتخب يعني ناشئين اهو عالي جدا، منتخب الشباب النهارده بقول لحضرتك بيلعب فاينل دلوقتي مع جنوب افريقيا ما شاء الله. بفضل الله علينا، يعني الحمد لله المنتخبات واحده، عندنا مديرين فنيين على اعلى مستوى، مصريين كلهم، اجهزه فنيه بتشتغل شغل كويس، بنوفر لهم كل حاجه. منتخب الناشئين ده احنا بنعده لنا شهر ونص، عملنا تصفيات ليه، شهر تدريب مسائي وصباحي مع الكابتن هشام سليمان. بصراحه لعيبه تستحق التحيه والشكر كلهم، اولياء امور كمان يعني برضو معانا سبورت كبير جدا للاتحاد، دعمونا، بنشكرهم من برنامج حضرتك. فدي يعني شغل منظومه كامله، احنا بنشتغل مع اللاعبين والمديرين الفنيين وشغالين على كده، بحيث ان شاء الله باذن الله المستقبل للريشه الطايره يكون كبير جدا في مصر باذن الله. طب كابتن محمد ما ينفعش حضرتك تبقى معايا واسالك عن تقييمك لمشاركتكم الاولمبيه اللي فاتت، يعني انتوا ما شاء الله يعني تاهلتوا طبعا في ظروف كورونا وكان ظروف صعبه جدا للتاهل، تقيم التجربه دي ازاي يا كابتن؟ والله يا تجربه مفيده برضو، شرف كبير لاي لاعب مصري انه يتاهل للاولمبياد. احنا عندنا لعيبه صغيره زي ادهم وضحى 20 سنه، ده اول تاهيل ليهم للاولمبياد، فبيعتبر بيديهم خبرات كويسه. صحيح. احنا كان هدفنا التاهل. وصلنا للتأهل، فطبعا المشاركات طبعا المستوى، يعني احنا اصطدمنا في البوله بالصين اول العالم واليابان وهولندا، يعني احنا ما لعبناش فرق ضعيفه، طبعا كان المستوى لازم يكون في فرق كبير في المستوى، بس لعبتنا يعني احنا بنعدهم. وما نقدرش نقول لك برضه باريس 2024، احنا نتكلم في 28 ان شاء الله نقدر يكون عندنا منتخب يقدر يجيب ميداليا بقى ان شاء الله. وطالما شغالين كده يا كابتن اكيد ربنا يكفيكم. اكيد ربنا يخليك يا كابتن هيثم، واحنا بنبارك لمنتخب الشباب ده، وان شاء الله نعده اعداد كويس باذن الله يكون مستقبل مصر اللي جاي ان شاء الله. يا كابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه الطايره بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك على هذا النصر الكبير.